لأني لا for any positive displacement في بارامتر مهم اللي هو VD. VD هو ال volume displaced أو theoretical volume displaced. إذن هون theoretical volume displaced per revolution. إذن VD وحدتها cubic meters per revolution. أو ممكن كمان أحطها cubic meters per radian per second. بس لازم أكون revolution تحت. فبصير عندي 1 revolution 4 عندي 1 2 باي رات. ايش حولنا الوحدات الان؟ بطلت الوحده كيوبيك متر بير ريفولوشن، شو صارت؟ كيوبيك متر بير راديان. فبصير اذا كان هذا الرقم هون في دي، اذا في دي ممكن تكون وحدته هيك او تكون وحدته كيوبيك، بصير على 2 باي بصير كيوبيك متر بير. اوكي؟ واضحه هذه الاختلاف؟ احنا اذا في ريفولوشن وحده بنعمل ديسبيسمنت لفي دي، لكل راديان قديش بنعمل ديسبيسمنت؟ اقل بكل شيء، لانه الريفولوشن كم راديان؟ 2 باي راديان. اذا قسمت في دي على 2 باي تعطيني كميه الفوليوم اللي عملت له ديسبيسمنت لكل راديان. الكل فاهم هذا التحويل من هون؟ اذا هذه كانت في دي وحدتها كيوبيك مترز بير ريفولوشن. بتصير تخليها هيك اذا بدك؟ تحب تحولها هيك بدك تحطها في دي على 2 باي. هذه مهمه وهذه هي ثيوريتيكال، بنجيبها من الحسابات، بنطلع على تصميم البمب وبنجيبها من الحسابات. طيب بنحل هلا بعض.